بكل مقوماته. الأمانة هذا مفهوم أصيل، الأمانة، الأمارة، جميع هذه القطاعات ما وجدت ولا أوجدها ولي الأمر إلا من أجل أن تكون لكم. اجعلونا نعمل بروح الفريق الواحد، وقريبا قريبا ما نراه أو ما نتخيله من أحلام سنجدها إن شاء الله موجودة على أرض الواقع. نتطلع أنه تكون لنا حقيقة علاقة أصيلة في المشاركة، تساهم في دفع برنامج التنمية. اليوم الحمد لله هذا الوطن بهالقيادة العظيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده عراب، الرؤية وحقيقة دافع برنامج التنمية في كل مناحي. اليوم وقد عادت إلى معرض برنامج تسويقيا لإعلان الفرص على كافة وسائل الدعائية في المدينة وكذلك جميع الوسائل الإلكترونية. النادي والمعارض وأنشطة الدعاية والإعلان وكما مراعاة التوزيع المكاني بحيث تغطي هذه الأنشطة جميع نواحي المدينة. كما حرصت الأمانة على إعمال مخططات تنظيمية معتمدة لمواقع الفرص الاستثمارية وإعداد كراسات الشغل.